لك شكوري ألا أخماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يرسي يا قائدا لي المنى يا معصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلي وتسلم سرمدا أني على قيد البرايا أحمدا وآله وصحبه وفبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد ألا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم إسمة كل من شقا ولوم واسر الجوال والشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيد يا سلام وصل يا رحيم قلت سليم على النبي الهاشمي الأليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والحارين وجل فؤادي لك يا باقي أهب من كتب قد أنزل من الأهب وجل كتابتي إليك قيدا وجل حياتي للنبي فايدا وجل به بعد الصلاة وسلام علي قدتي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبيل سمي صل صلاة شيعت بالبشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل حروف يدي غير الظروف يا غير من ناداه عبد بحروف وجل حروفي معجزات أخرى وخير خيرات لديك دخرا وجل حروفي معجزات أخرى وخير خيرات لديك دخرا سيدنا محمد والآل وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفء والجلب وطيب للسكون وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفء والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلب ولي سف مالك أنفاسه يا كافي الأعداء والعفاس يا غير منزل وغير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صلي صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي سعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشد يدر بأني شاكر لك على ما هذه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهل الهواي في هواك وأنني لست أرى سواك يا جاهل الهواي في هواك وأنني إليك بالمغتال سربت كل سنتني مغتالي فسرمدا أني يسلي بالسلام عليه في الآل مسا بالسلام وسلي عليم أبدل السلام مع سلامك على كاف قلا مزاديا جميعهم لغيري وذلك شفيع أذن غيري سيدنا محمد والآل صحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل يا قبير أنفع الصلاة على الذي بقمتي أبدي أولى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل قراتي سيبه وقلمه خير عبادات وخير السلم لك علي قمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب قلت سلمي وسل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد ألا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم قوارق تدوم بغير مكر إن قلبك القديم وهب لي اليوم قوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم وتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرق بين القيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رداك
لك وتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هذه من الأناء المدر كفاني القادر والمقتدر ما هذه من الأناء المدر نفى لغير جهتي شيطانا نفى لغير جهتي ما ساء كفاني كل من أساء فرحت غير القلق تفرحا يدوم أني له حب وقل وخديم يسر القدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرى كرمني الكريم والمكرم فقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وقاد للبقى مع المنافع نسع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينهو كدر جلاه سلي وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وسبه وكونه لقرني بلا أذن يكونه وسلي الرحمن وتسلم على الذي بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد جاي العظيم نظمه على رداك يا مزيل الكظم وجد جاي العظيم نظمه على رداك يا مزيل الكظم وسلي يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واغفر لي اللهم في حقائدي والقول والأمل أنت قائدي وارفع جميعها بخير ردي وهمتها ما ساءني كالكد وجد تحركي مسكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجد تحركي مسكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجرداك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ما هي الإفاس وجد كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور رسلي وجد كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بموجل النفر يالله سلي وتسلم سرملا على شفيعنا البشير أحمد وآله وسبه وعلمه قلبي بجاهه وكل سلمه وسلي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأؤمن وقل به بكلك لي وقلمه خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه إلى أنسانه وترهم يا واهب الإنسان صل صلاة وتسلم بسلام على الذي فدا بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد جاي مقدماتي لديك سرمدا معرماتي وسلي يا الرحمن وتسلمي على الذي بي كشفت هلمي كما به محوط حرمي والقياب وقلت لي به بأصل الإجاب سيدنا محمد والآل من قدها بلادي سيدنا محمد والآل وصدي في الحال والمعالي وكل اليوم حلاوة تدوم في كل ما لفتت يا بعد قديمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة الأمر تسون عن اللقاء يمل وتسين مع سلام يصلح الأوصال جنود القدوة والآسال على الذي قد ذبح الأعداء على الذي قد ذبح الأعداء لأي ذات وأزال الداء وصبي في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وجبي يا مالكي أعرادي سفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدر القادر الأرسل يا وشني الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مطيب دورك مع الجيران مسليا مسلما على النبي فايق كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تغلد الأتايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وآدتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أنت سميع وبصير سميع صلي صلاة تغلد سلاحا للجنان تغلد
تسره أقلامه بلا قرون وبلا ملام مع سلام كل مكر يسرب والاستواي أبدا ينسرب على الذين فاز بالإخراج قبل الكفر مع استدراج بلا سوى ما قيل لي من المباح فقال لي غير قرون ورباح سيدنا محمد والآل وساقي في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وساقي في الحال والمآل وجه مقري وممري والطيور ليشواهد بأفضل الطيور وجه المقري وممري والطيور ليشواهد بأفضل الطيور وجه البيوت كلها مسائلة كان أرضي من لا يكون سائلة وجه البيوت كلها مسائلة كان أرضي من لا يكون سائلة إلا سوى ما سأني حيث انتهى كمن لنا باب الجنان فتحا كمرحمة كليتي أن يشقى وأهله وكل معدل الشقى صلي صلاة للمنى المساهيه صلي صلاة للمنى تساهيه كخير الشافعين كالمساهيه مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي أنا الذي زاد النداء وزاد الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسهي التوحيد والأقوال وسهي الأفعال والأحوال وترد الملك إلي من قلوب قوم قلون وتقلل الحليب وجه الفيول كالجلي منير قلوب حزبك وأصدق نور وجه الكتاب في وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وجه الكتاب في وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع حقائدي وقولي والأمل مصححات لك واجسد للأمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذال جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوزلت لي أثمان ما أني يبيع بلا إقالة بما قريب ربيع لك شكوري بعد حمد خالدي أني سي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل أني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصبي الهال والمآل وسيد عبد السلام أبدا أني يا خير كريم قبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفعي يا مغنيا عن حاسد ومرفعي سلك لي الأجور لي منك منصفا ولن أجور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اقترته بجامعه وكنت لي بمنية المجامعين جمعت مالي اقترته بجامعي وكنت لي بمنية المجامعين